قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مش شارك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدا الفيلم في بيت بنت اسمها هولي مع عيلتها السعيده واللي كانوا بيتعشوا سوا، وبيبان ان عيلتهم كلهم بيتجاهلوها ومحدش فيهم بيديلها من الاكل اللي على الترابيزه. وبنعرف ان هولي كانت متعلقه جدا بوالدتها وكانت هي اللي دايما بتساعدها وبتشجعها في كل حاجه، لكن في يوم والدتها بتتعب جدا وهولي بتفضل دايما معاها وبتحاول تساعدها عشان تتغلب على المرض، لكن للاسف بعد فتره والدتها بتموت بسبب المرض وبتحس هولي انها لوحدها وبتحزن جدا على وفاتها. وفي يوم وهم على العشاء ابوها بيسال اخواتها عن يومهم في المدرسة وبيتجاهل هولي ومش بيسألها عن أي حاجة ولا كأنها موجودة، وإخواتها بيمسحوا اسمها من على الأوضة بتاعتها. وفي المدرسة المدرس مش بيهتم بهولي لما بترفع إيديها عشان تجاوب على أسئلته. وفي يوم الأب بيتصور مع أولاده بمناسبة السنة الجديدة، لكن بتحصل حاجة غريبة جدا لما هولي مش بتلاقي نفسها في الصورة رغم إنها اتصورت معاهم. ولما بتسألهم إزاي ده حصل وفي إيه محدش بيسمعها ولا بيرد عليها. ولما بتروح هولي عشان تدخل أوضتها بتلاقيها اتحولت لمخزن وبتبقى زعلانة جدا لأن الكل بيتجاهلها ومش بيحبوها، لحد ما بتفهم ان الناس مش بيتجاهلوها لانهم مش شايفينها اساسا لانها مختفيه. ومع الوقت كبرت هولي وبقت بتقدر تعتمد على نفسها وعرفت تتاقلم مع الوضع انها مختفيه، وبتعيش في شقه لوحدها وبتطلب من على النت كل اللي هي عايزاه، ولما الطلبات بتوصل لها بتحاسبهم من تحت الباب ومش بتفتح لاي حد عشان ما يخافوش ويفتكروها عفريت. وبنعرف ان هولي شغاله مصوره وبتستغل انها مختفيه ومحدش بيقدر يشوفها عشان تصور المشاهير بالليل في الملاهي الليليه، وبعد ما صورهم بتبيع الصور للصحافة وبتتواصل معاهم عن طريق الرسائل لان محدش فيهم هيقدر يشوفها ولا يسمعها. وبتقدر هولي تستمتع بالشغلانة بتاعتها لانها بتقدر تعمل كل اللي هي عايزاه وتروح لاي مكان بدون اي حدود لان محدش شايفها. وفي يوم بتروح ورا واحد من المشاهير وبتدخل وراه الملهى الليلي، لكن بيحصل حاجة غريبة جدا لما بيشوفها حارس الامن اللي في الملهى وهي بتصور الصور، وكانت لسه هتمشي من المكان بعد ما صورته لكن الحارس بيمسكها وبيقول لها ان التصوير ممنوع. وبتبقى هولي مصدومة لان ده اول مرة حد يشوفها ويتكلم معاها من ايام ما كانت طفله. وبعدها الحارس بيطردها وبيحذرها تيجي الملهى الليلي تاني، ولما بيدخل وبيطلع حارس تاني بتحاول هولي انها تتكلم معاه وبتساله هو شايفها ولا لا، لكنه مش بيرد عليها ومش بيشوفها اي حد تاني. وبتروح تاني يوم هولي عشان تزور والدتها في قبرها وبتحكي لها على الحارس اللي شافها وكلمها في الملهى الليلي. وبعدها بالليل بتكتشف ان الحارس ده اسمه شين، وبتعرف ان كان في بينهم حكايه قديمه، وبنعرف ان هو كان مقاتل فنون قتاليه محترف وكان مرتبط بممثله مشهوره اسمها جوليانا، لحد ما تسربت صور لشين وهو بيخون حبيبته مع واحده تانية، واللي نشر الصور دي هي هولي، وبنعرف ان هي اللي صورته وكانت السبب في فتحه، وكانت سبب في ان حياته كلها تبوظ وحبيبته سابته وبقى شغال حارس امن. وبتقرر هولي انها تروح لشين عشان تعترف له وتعتذر له، واول ما يعرف انها كانت السبب في دمار حياته بيبقى زعلان جدا ومتضايق، وبتقول له هولي انها عايزه تساعده عشان يرجع حياته القديمه ويستعيد وظيفته ويرجع مشهور تاني، وبتوعده ان هي هتقف جنبه في اي حاجه هو عايزها. وبتقول له بعدها على سرها وان هو الوحيد اللي شايفها ويقدر يسمعها، لكنه مش بيصدق. ولما بيروح عشان يقابل المدير بتاعه عشان ياخد منه المرتب بتروح وراه هولي، ولما المدير كان عايز يخصم جزء من مرتب شين هولي بتساعده وبتفضح المدير لشين عشان يديله المرتب كامل، وعشان ساعدته بيوافق شين على عرض هولي وبيوافق انها تساعده. وبعد كذا يوم بيقول شين لهولي عشان تيجي تتفرج على المباريات واللي كان بيقاتل فيها في نادي سر صغير، ولما بتروح هولي وبتتفرج عليه بتشوفه ازاي بيقدر يكسب بسهوله وازاي شين قوي جدا، وبتفكر ان شين لازم يقابل ويقاتل ناس اقوى ومشهورين عشان يقدر يرجع مشهور تاني وتساعده، وبتوعده ان هي هتلاقي حل وهتخليه يقابل ناس اقوى ومشهورين. وبعد ما بتروح هولي بتبحث عن اشهر المقاتلين وبتقدر توصل لعنوان مقاتل مشهور اسمه سواريز، وبتروح بعدها فعلا لبيت سواريز وبتصوره وهو بياخد منشطات، وبعدها بتبعت له الصوره عشان تبتزه عشان يعمل معاها صفقه مقابل انها ما تفضحوش، فبيضطر سواريز انه يوافق. وتاني يوم بيجي اتصال لشين من المدير بتاعه وبيقول له ان سواريز وافق يقابله في القتال بعد حوالي شهر، وبيبقى شين فرحان جدا وبيشكر هولي على اللي عملته عشانه. وبيبدأ شين يتدرب عشان القتال بكل قوة عشان يقدر يكسب القتال اللي مستقبله هيبقى متوقف عليه، وكل الأخبار بتتكلم عن الماتش وعن شين اللي هيرجع يلعب تاني في القتال مع بطل مشهور، وبيبقى الكل متوقع إن سواريز هو اللي يكسب لأن شين بقاله مدة بعيد عن البطولات، وبتوعده هولي إنها هترجعه مشهور تاني. وبيطلب منها شين إن هي تحضر المباراة لكن هولي بترفض وبتقرر
ان هي تتفرج عليها في التلفزيون، والكل بيتفاجئ لما شين بيكسب وبيخلي سواريز يستسلم عكس ما الكل كان متوقع. وبعد المباراه بيرجع شين لبيته مع هولي وبيطلعوا على السطح وبياكلوا ايس كريم مع بعض وهما بيتفرجوا على القمر، وبيقولها ان هو كان متعود ياكل ايس كريم بعد كل الماتشات. وبيقرب شين من هولي وبيشكرها لانها ساعدته، ولما بتقرب منه هولي بنلاحظ ان في مصور طلع السطح وبيصورهم مع بعض، ولما بيحاول شين يلحق المصور مش بيلحقه وبيهرب. وبتطمنه هولي بعدها وبتقول له ان هي كده كده مش هتظهر في الصوره. لكن تاني يوم بتشوف هولي مقال عن شين، ولما بتبص في الصحيفه بتلاقي نفسها ظاهره في الصوره على شكل ظل وبتبقى فرحانه جدا. وتاني قتال لشين بيكون مع مقاتل قوي جدا اسمه تومي، وبنعرف ان هو ما خسرش ولا ماتش قبل كده. ويوم المؤتمر الصحفي بيقول شين للجمهور ان هو هيقدر يهزم تومي هزيمه ما تعرضش لها قبل كده، ولما بيضحك تومي على كلامه بيتعصب شين وبيتخانق معاه في المؤتمر. ولما بيساله واحد من الصحفيين اذا كانت صاحبته الممثله جوليانا هي صاحبه الظل في الصوره اللي اتنشرت، وهولي بتبقى فرحانه جدا، لكن شين مش بيرد على السؤال. وبعد المؤتمر بتستغل هولي اختفائها وبتبعت لتومي صوره مع حبيبته واللي كان عندها 15 سنه يعني تحت السن القانوني، وبتبعت له كمان اثبات على صحه كلامها. فبيخاف تومي جدا وبيضطر ان هو يقبل العرض بتاع هولي، وكان الاتفاق ان هو يخلي شين يكسب المباراه مقابل ان هي ما تفضحوش. ومع الوقت شين بيرجع مشهور اكتر من الاول، وهولي بعدها بتحاول تسوق سمعه جاكسون المقاتل اللي هيقابله شين الماتش الجاي، لانها ما قدرتش تلاقي عليه اي حاجه تبتز بيها لانه مش بيعمل اي حاجه مخالفه وكان منضبط جدا. وبتقرر ان هي تروح لشين عشان تطلب منه يساعدها عشان تعرف اي حاجه عن جاكسون، لكن لما بتروح له بتلاقي شين مع صديقته القديمه جوليانا، وبتعرف ان هما رجعوا لبعض تاني. فبتتضايق هولي جدا وبتمشي وتسيبه، ولما بيروح سين وراها عشان يتكلم معاها بتتعصب هولي عليه جدا وبتقول له ان هي ابتزت تومي عشانه وعشان يقدر يكسبه. فبيتضايق شين جدا لما بيعرف اللي هي عملته وبيعتبر ان ده تصرف غير شريف وضد مبادئه، وبيقول لها ان هو كان لازم يكسب بقدراته مش عن طريق الغش. وبيقول لها بعدها ان هو مش محتاج منها اي مساعده تاني. ولما بتحاول هولي تعتذر له وبتقول له ان هي عملت كل ده عشانه وعشان ترجعه مشهور تاني، بيرفض شين يتكلم معاها وبيمشي. وبعدها بترجع هولي عشان تعيش تاني لوحدها بعد ما شين سابها، وبترجع لشغلها القديم وبتصور المشاهير في الملاهي الليليه عشان تبيعها للصحف. وبعد كذا يوم بيروح لها شين البيت وبيقول لها ان صورها ما كانتش السبب في فشله في الماضي، وان ثقته الزايده وطريقه حياته هي اللي ادت لفشله. وبعد ما بيقول لها كده بيرفض يتعامل معاها تاني وبيمشي وبيقطع علاقته بيها. فبتتضايق هولي جدا لانها هتفضل لوحدها تاني، وبتبكي وبتكسر كل اللي قدامها. وفي يوم لما بتبص هولي على نفسها في المرايه بتلاقي نفسها مختفيه ومش شايفه نفسها لاول مره، ولما بتروح عشان تتكلم مع شين كمان مش بيشوفها زي الاول. فبتفقد هولي الامل في النهايه وبتقرر ان هي ترجع تعيش لوحدها تاني، وبتقرر تتنقل لمدينه تانيه. لكن قبل ما تمشي وتسافر بتقرر ان هي تزور عيلتها، ولما بتروح لاختها بتلاقيها اتجوزت وبتحاول تساعدها عن طريق قوتها، وبتساعد اخوها كمان عشان يتكلم مع البنت اللي هو معجب بيها وما كانش عارف يوصل لها. ولما بتروح تشوف والدها بتلاقيه راجل طيب على عكس ما كانت متصوراه، وبتعرف ان هو لسه بيزور قبر والدتها اللي ماتت من زمان. وبتفهم هولي اخيرا ان هي ما كانتش بتحاول بتصرفاتها تخلي الناس اللي حواليها يحبوها. ولما بيروح شين عشان يقابل جاكسون في القتال، جاكسون بيكون قوي جدا واقوى من شين بكتير، وبيضرب شين بكل قوه وبيبقى شين مش عارف يعمل معاه اي حاجه. ولما بتعرف هولي اللي بيحصل لشين بتقلق عليه جدا وبتقرر تروح له مكان المباراه، ولما بتشوفه وهو بينضرب بتبقى زعلان عليه جدا. فبتقرر هولي ان هي تدخل لشين الحلبه وبتستغل ان محدش شايفها، لكن اول ما تلمسه وتبص له وبتقول له ان هي هتفضل جنبه دايما حتى لو مش شايفها، فجاه بيشوفها شين وبيبص لها، وكمان كل اللي في المكان بيشوفوها ومحدش فاهم ازاي ظهرت. ولما بتخرج هولي عشان يكملوا القتال بيخسر شين المباراه برضه، وبعدها بيطلع من الحلبه وبيروح على هولي وبيحضنها وبيتصالحوا. وبعد كذا يوم بتروح هولي عشان تزور والدها، والمفاجاه ان والدها بيشوفها لاول مره من سنين وبتحضنه وبيبقوا فرحانين جدا. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.